رحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده وخطيره ان شاء الله تعجبكم. عاملين وصفتين حلوين قوي. اول وصفه هنعمل نجريسكو بالسجق. يا 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 لذاذه، دايما بنعملها بالفراخ، النهارده هنعملها بالسجق. طعمها حلو جدا ومختلف وحرشه كده، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل سموزي المانجا، خطير خطير وسهل جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم. يا رب الحلقه كده تبقى ظريفه وتتشجعوا وتجربوا الوصفات وتقولوا لنا ايه رايكم. فاصل بس بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل نجريسكو بحشوه السجق بقى مع شويه مكونات خطيره. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي نجريسكو السجق، وصفه حلوه جدا جدا. النجريسكو طبعا الاصليه بتتعمل بحشوه الفراخ مع زيتون وفلفل الوان وتوم وبصل وبتاع. احنا النهارده هنعملها بالسجق وبرده نفس المكونات تقريبا. هقول لكم إيه المكونات ايه وهتطلع خطيره، هتطلع حلوه جدا، حرشه ولذيذه قوي والحاجات لايقه على بعض. بصوا انا معايا مكرونه سباكيتي مسلوقه. احنا بنسلق المكرونه في ميه سخنه، بتغلي عليها معلقه صغيره من الملح، ما بنشطفهاش بعد السليق ولا اي حاجه. لما بنلاقيها استوت وتمام بنصفيها من الميه ونحط لها معلقه زيت ونقلبها. معلقه الزيت هتخليها مفلفله، ده لو في حاله ان انت سلقتي المكرونه وهتستني شويه عقبال ما تعملي الحشوه. لكن انا كمروه احب اعمل الحشوه وابقى المكرونه بتتسلق معايا في نفس الوقت علشان احط المكونات مع بعض كده وهم لسه مستويين، ما احتاجش ابدا ان انا ايه احط لها لسه زيت تفلفل او اضطر احطها تحت الحنفيه. لا، كل ده مش صح، تمام. لكن لو انت هتضطري تسلقيها الاول او كانت بايته عندك من قبل كده وعايزه تستخدميها في الحاله دي، يبقى افضل حاجه تحطي معلقه زيت على المكرونه بعد ما تتسلق وتصفيها من الميه عشان تبقى مفلفله معاكي مش معجنه وتقدري تدخليها في الوصفه. هنحتاج ايه بقى؟ هنعمل صوص بشاميل وهنعمل حشوه. الحشوه عباره عن سجق متقطع حتت مكعبات كده، اي كميه من السجق، السجق الشرقي بتاعنا، براحتكم قطعي حتت صغيره قطعي حتت كبيره انت بقى وذوقك. هنحتاج بصلايه متقطعه صغير، هنحتاج فلفل رومي اخضر متقطع صغير، فصين ثلاثه كده من الثوم شرايح، معانا كمان زيتون متقطع شرايح، ممكن بقى جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، رشه بقدونس في الاخر خالص بعد ما تطلع من الفرن، وكده بتبقى الحشوه تمام. نيجي بقى للبشاميل. عملنا البشاميل كتير وهنعمله دايما. البشاميل عباره عن معلقه سمنه كبيره، هنحط عليها معلقتين كبار من الدقيق، هنحط لتر من اللبن الحليب يعني 4 كوبايات من اللبن. ممكن نحتاج شوربه، نشيل من اللبن ونحط شوربه ونعمل ميكس كده ما بين اللبن والشوربه، بتبقى لذيذه قوي. معانا كمان جبنه كوبايات كريمي او جبنه شيدر مبشوره او جبنه رومي مبشوره، بتبقى حلوه قوي. ملح وفلفل ورشه خفيفه من جوزة الطيب وبس خلاص، ونبقى عملنا البشاميل اللذيذ وخلاص. شوفوا خطيره. انا الطاسه بصوا مسخناها عشان اول حاجه عايزه اعملها انزل على طول بالسجق، مش هحط ولا زيت ولا اي حاجه، انا هستخدم الدهون اللي هتخرج من السجق. في حاله بقى ان السجق طلع ما فيهوش دهون وانت بتشوحيه كده بيحطي معلقه زيت، لكن احنا هنشوحه وهنستنى عليه ونشوف ايه الاخبار، وهو غالبا هينزل كل النكهه بتاعته والدهون بتاعته ونبتدي نحط له بقيه المكونات. وادي الحله الظريفه دي بقى عشان نعمل البشاميل. عايزين نجيب بس كده المكونات تبقى قريبه مننا. هنحط السمنه، لو حطينا معلقتين كبار من السمنه يبقى الدقيق 3 معالق، لو حطينا معلقه كبيره من السمنه يبقى الدقيق 2 معالق، تمام كده. نقلب، ده بيبقى شكل الدقيق مع السمنه. ومعانا اللبن كده، زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا ميكس ما بين اللبن والشوربه وده بيبقى احلى بصراحه. هحط بقى البشاميل ملح فلفل ومعانا رشه من جوزة الطيب
والجبنه الكريمي او اي نوع جبنه مبشوره عندك انت بتحبيه حطيه. بس كده هنقلب هنا كده المكونات ونسيب البشاميل بقى ايه يتقل ويسخن، لو احتاج شويه لبن كمان او شوربه براحتك عشان يبقى قوامه مظبوط كده اهو. وهسيبه بقى يتقل ونيجي بقى للسجق. بصوا بقى السجق حصل له ايه، نزل الدهون بتاعته كلها اهو، هي دي الدهون اللي انا هستخدمها، ولا هحتاج احط زيت ولا سمنه ولا حاجه ابدا اهو. بصوا نزل دهون اهو. نحط بقى بصل كده، بصل وهنحط الفلفل. سلام على الريحة. البشاميل هنا اخباره ايه؟ شوف البشاميل كده ايه بقى، جاهز وسخن وتقل وبقى خطير اهو. خلاص حطي عليه النار ونشيله كده بعيد، ونرجع هنا للسجق والبصل. ومعانا بقى شرايح الثوم هنحطها الريحة خطيرة اهو. ونحط بقى زيتون، شرايح كده زيتون، وهي دي كده الحشوة. وهنحط ملح وفلفل، ملح فلفل، عايزة تحطي رشة شطة ولا حاجة هتبقى ظريفة. بس كده هي دي الحشوة وبقت جاهزة معانا. وانا بقى معايا صينية فرن ومعانا المكرونة الاسباجيتي، هنجيبها هنا كده جنبنا. انا عايزة بس ايه الم اشيائي بس. هعمل ايه بقى؟ ادي صينية الفرن، دهن زيت خفيفة، دي مهمة عشان واحنا بنطلع حتة النجريسكو كده ما تبقاش لازقة في الصينية، فاهمين قصدي؟ فانا ايه دهنت دهن زيت خفيفة وهوزعها كده بالمنديل. بصوا كده اهو، والحشوة الحشوة كده خلاص تمام التمام وهايلة. شلتها من على النار. تعال انت يا بشاميل كده، نديله تقليبة. هنحط الاول صوص بشاميل وبعد كده هنحط المكرونة والحشوة. هوريكم حالا. تعالى يا صوص البشاميل اهو كده، نوزع كده صوص البشاميل من تحت بالشكل ده. ومعانا المكرونة الاسباجيتي زي ما اتفقنا هنسلقها، وتبقى مش مسلوقة قوي يا جماعة، خلوا بالكم لسه هتدخل بقى الفرن والكلام ده كله علشان ما تبقاش ايه مستوية زيادة عن اللزوم. نديها كده معلقة بشاميل برضو ولا حاجة على الوش، وناخد بقى الحشوة اللذيذة. يا سلام حشوة السجق التحفة دي، ونوزعها كده. انت طبعا لو عايزه تعملي النجريسكو بالفراخ هنستبدل بس ايه السجق بالفراخ، لكن تقريبا نفس المكونات وكل حاجه تمام. ونديها برضو كده ايه معلقه كده بشاميل اهو، وشويه مكرونه كمان. نغطي الصينيه، واخر حاجه بقيه البشاميل وحبه جبنه، ونشغل بقى الفرن. بس كده عايزه بقى ايه
اجيب الحلة دي وننزل بالبشاميل. ونوزعه بقى برضو علشان يبقى متوغل في كل المكرونة. بس كده شوية جبنة شيدر، شوية جبنة موتزاريلا، ودخلوها الفرن بقى. وانتي كده تبقي عملتي قلق، خلصتي الغدا وعملتي احلى صينية نجرسكو حرشة كده ولذيذة. اهو درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا الصينية الحلوة دي ربع ساعة. بس خطيرة. احنا عاملين بقى واحدة هناك تجنن يا استاذة سمورة بقى. بصوا لذاذة بقى، والبشاميل اللي كده خارج منها وحاجة تجوع قوي. عايزة بس رشة بقدونس كده، اللون الاخضر ده حلو قوي. يا استاذة سمر ما ينفعش اروح ارش بقدونس؟ اهو بسرعة بس كده، بس كده خطيرة. جربوها وبالهنا والشفاء. فاصل بسرعة ندخل دي الفرن، ونرجع بعد الفاصل نعمل عصير مانجا بقى. ايه كده، خليكم معانا. هنعمل سموزي المانجا. يا 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 لذيذة بقى، مش قادرة اقول لكم، وسهل جدا كله في الخلاط. بصوا انا معايا مانجا متقطعة مكعبات، يعني مانجايتين كبار كده حلوين متقطعين مكعبات. والوصفة دي برضو ظريفة لو المانجا ما كانتش عجباكي قوي. دايما يعني لو المانجا عجباكي قوي طبعا كليها كده، ولا سموزي ولا بتاع. انا بص عشان تبقوا فاهمين، تتاكل كده وتعملي لها شعرها سبايكي بصي وتعيشي حياتك. لكن لو المانجا طلعت يعني مش قوي، او العيال مش عارفين ياكلوها، فتعمليها لهم على ايه، هيئه سموزي، هتبقى ظريفه. فدول مانجايتين كبار حلوين متقطعين مكعبات ومتلجين من الفريزر، تمام. هنحط معاهم علبتين زبادي، ممكن علبتين زبادي عادي خالص، او علبتين زبادي بالمانجا، تمام. احنا بقى جبنا علبتين زبادي بالمانجا عشان برضو يعملوا لنا نكهه ظريفه، لكن لو الزبادي اللي عندك عادي مفيش مشكله هينفع. وهنحط معاهم ايس كريم مانجا برضو عشان متلج كده وفي نكهه ظريفه، وربع كوبايه لبن ساقع جدا او متلج وبس. خلاص هنحط كل المكونات الظريفه دي في الخلاط ونصبها في الشوب اللذيذ ده وبس، يبقى معانا سموزي مانجا ما حصلش. خطير. انا حطيت المانجا المكعبات المتلجه وزبادي بالمانجا اهو، يبقى طعمه ونكهته حلوه قوي. ولبن متلج كوباية، واخر حاجة ايس كريم مانجا. حط كده مثلا ايه بولتين ولا حاجة، واحد. يا دي ريحة المانجا مش معقولة، خطيرة. بس كده لازم تحطوا عسل ابيض برضو، هيبقى ظريف. يلا بسم الله. بس خلاص. الله الله. نحطها بقى كده في الشوب الظريف ده. بس كده اخر لذيذة وساقعه وتحفه، ضروري تجربوها. احنا ممكن نحط لها كمان كده ايه، ندلعها اكتر بقى عشان احنا يعني في البرنامج. واحط لها كده ايه بوله ايس كريم مانجا من فوق. بس خطيره خطيره. شاليموه بقى بالهنا والشفاء. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم والوصفات كانت مشجعة ان انتوا تجربوا الوصفات بنفسكم في البيت. اول وصفة عملنا النجرسكو بالسجق، وصفة حلوة وسهلة وحرشة ولذيذة جدا، مش تاخد وقت.
هتعجب كل حد يدوقها ان شاء الله. جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. والوصفه الثانيه عملنا سموزي المانجا، مانجا متلجه، حطينا معاها لبن، حطينا معاها ايس كريم مانجا، زبادي بطعم المانجا، او ممكن نحط زبادي عادي براحتكم، تطلع خطيره. جربوها كده وقولوا لنا ايه رايكم ان شاء الله. انا بشكركم قوي ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.